أنا سيد طبعا أقدم أستاذ الدكتور بهاء سيد أستاذ مساعد في مرض الكلى في قصر العيني وكان موضوع في غاية الأهمية environmental nephrology. هيحاول يوثقش الحاجات البراكتيكال لأن موضوع environmental اللي فيه ده ممكن يتعمل ده مؤتمر لوحده. أستاذ الدكتور بهاء. الله يخليك يا دكتور محمد. هو أمال اللي بيستمعوا يعملوا إيه؟ أنا بشكركم أنتوا لسه صاحيين. دي حاجة كويسة يعني. الدكتورة ليا الأسبوعين عليها كل مخرجات الفورس العمل في المنصورة في سبتمبر اللي فات. ممكن تمسكيها يعني حق الناس ده بس احنا عايزين سبسكريبشن للمؤتمر نعم عايزين سبسكريبشن بتاع المؤتمر الكورس ده على موجود الفيديوز وكل شيء ده موجود على النت اللي هي خلي الباور بوينت والفيديوز كلها على النت ووزعنا الورقه اللي فيها ازاي تخش على النت ديت جربوا كده وشوفوا ولو في مشاكل ممكن تبعتوا لنا على الايميل اللي في مشاكل نحلها نعم كل سنة طيبين انا عارف ان النهارده يوم طويل مولوم بسنة عشان كده يوم طويل ومزعج وبعدين الموضوع كمان المحاضرة environmental nephropathy يعني هو اكشولي هو مش طب قوي قد ما هو سياسة ونحن في عالم السياسات دلوقتي ف كل سنة طيبين ومش عارف يعني اخواننا السلفيين زعلانين ليه اما نقول لاخواننا المسيحيين كل سنة وهم طيبين مع ان بابا نقول سلفي اهو شايفين مرة في دم وانا بحضر المحاضرة عجبتني قوي الصورة دي كنت عايز اخد رأيكم فيها ايه رأيك في الصورة دي؟ العالم بين يديك العالم بين يديك وايه تاني؟ القاهرة على المحك هنا القاهرة الازرق كتير في ميه كتير ماشي اوكي العالم قريه صغيره العالم قريه صغيره العالم مولع لا هو العالم امانه في ايدينا ماشي يعني الارض وقت ما ربنا خلقنا خلق عشان تكون الارض امانه في ايدينا صح لكن للاسف احنا بجهلنا اذينا نفسنا دي الاجنده بتاعتنا النهارده introduction types of infections and others مش هنخش في الكلام ده لكن عجبتني قوي الحته دي kidney diseases are environmental and genetics دي جزء منها environmental هنتكلم عليه النهارده وجزء منها genetics طبعا دي محاضرات طويله جدا وما جيت ادور على كلمه environment مش عارف البيئه يعني لما ناس البيئه دي لا environment by definition في الويكيبيديا may refer to يا اما biophysical The physical and biological factors along with their chemical interaction that affect an organism. أو ممكن تبقى systems, the surroundings of a physical system that may interact with the system by changing mass, energy, or other properties, حاجة زي في physics, أو social environment, the culture اللي تربى فيها. أو في حاجة اسمها natural environment. Natural environment دي عبارة عن all living and non-living things, okay, like naturally on earth or some region. It's an environment that encompasses the interaction of all living species. The concept of natural environment can be distinguished by two components. You have universal natural resources and physical phenomena, such as air, water, climate, energy, radiation, electrical charges, and magnetism, not originating from human activity. يبقى كل حاجة من دي بتأثر فينا. الهواء, المية, المغناطيسم, أي حاجة غير human activity, غير البادي بتاعنا اسمها genetics, اسمها environments وبالتالي environment مهم ودي على كده ان في اسباب كتيره جدا لرينا الفيلير احنا مش عارفين سببها يقول لك unexplained etiology وده كان بوستر بريزنتد في الاي دي تي اللي فات مقارنه باليو كي رينا ريجستري 18% من الداتا ما عندهمش عن سبب واضح فور رينا فيلير احنا في مصر عندنا الريشو 20% يقول لك 20% unexplained etiology مش primary GN مش amyloidosis مش هيباتيتس سي مش هايبرتنشن مش دايابيتك في 20% ممكن 20% جزء منها يكون انفايرمنتال ديزيز هو اللي عامل الكلام ده وهنشرح دلوقتي
السؤال ده عجبتني جدا عشان انا تخين اولا فانا منبسط قوي كده بالتخن دي. ثانيا الملاريا فوق بكتيريا تحت وفيروسز كل دي حياتنا. انا بتعامل مع ده دلوقتي صح؟ اكلنا وشربنا طالب بيعمل التخن. واعتقد لو هتحضروا المؤتمر الجامعيه الجايه في خواجه اسمه ريك جونسون جاي. ريك جونسون ده من عمالقه اليوريك اسيد، هو اللي اخترع ان الدايتري فراكتوز اليفيتد ليفل بلاد بريشر. الدايتري فراكتوز ده موجود في السكر بتاعنا. السكر بتاعنا عباره عن فراكتوز اند جالاكتوز. لما حد تاكل فراكتوز كتير يوريك اسيد يعلى، يعمل اندوثيليا ديسفانكشن وبالتالي يعمل هايبر تنشن. ممكن يزود السمبسيت نيرف سيستم اكتيفيتي. ممكن يعمل كمان اسوشيت من سولت سنسيتيف هايبر تنشن. يعني بعد شويه العيان اللي هيجي لك عنده ضغط هتقول له لا تاكل ملح ولا تاكل سكر ولا اشرب بيبسي كمان. البيبسي ده فيه حاجات فانتوز كتير جدا. وتقرا كده اي بيبسي النهارده الشاي بتقول لك بيبسي الحمد لله في الغداء، اقرا كده الكومبوننت بتاعته هيقول لك فراكتوز. وبالتالي الاوفر ويت اند اوبيسيتي اللي يعتبر ابيديميكس دلوقتي في مصر زي ما انتم قريتوا الاهرام النهارده هيقول لك عالم 2012 عالم السمنه المفرطه. اوبيسيتي اوبيسيتي از انفلاميشن بروسيس تعمل واتس كول كاردو رينال سندروم افكت كيدني ان مالتيبل ويز. يا اما عن طريق انفلاميشن نفسها يا اما بتزود الاجنسن 2 سيستم جوه الكيدني فبالتالي بتزود تعمل هايبر فلتريشن سوديوم ريتنشن سكلروزس فيبروبروتينوريا يا اما تعمل هايبر ريسيما شرحناها دلوقتي يا اما تعمل واتس كول مايكرو البومينوريا. ومايكرو البومينوريا بدءا من السنه دي تتغير الترمينولوجي بتاعها بقى اسمها مودريت انكريز بروتينوريا او البومينوريا مش مايكرو. خلاص اتلغى الترمينولوجي ده دلوقتي بقى مودريت انكريز البومينوريا. والمايكرو البومينوريا سموها سيفيرلي انكريز البومينوريا. كل ده بينتهي بمحصله ان بيعمل اندوثيليا ديسفانكشن. كل ده عشان حد كلت زياده او تخنت او شربت فراكتوز كتير. وبالتالي الاوبيزيتي افكت كمان النورمال بوبيليشن لا افكت كمان الدياليسيس بيشن. كنا زمان كنا فرحانين جدا العيان التخين على الجلسه ده كويس. لا اكتشفنا ان العيان التخين اللي على الجلسه صغير في السن كايرو ريسك في مورتاليتي بيموتوا في اليانج ايج على عكس الالدري بيشنتس. طب هل لو خسينا في حاجه كويسه؟ اه طبعا لو خسينا البروتينوري هتقل. ففي بيبر 12 2009 ان الواحد لو خس البروتينوري هتقل. ومن ضمن الاسباب اوف سكندري اف اس جي اس او فوكال سيجمنت نيروسكلروزس از اوبيزيتي. فانت ما بتخس البروتينوريا ممكن تساعد انك تقل وبالتالي تقلل البروجريشن بتاع الكرونيك كيدني ديزيز. نفس الكلام لو قللت اللو فروكتوز دايت هيقلل لك الضغط بتاعك وقال لك الانفلاميشن بيشنت ويز كرونيك كيدني ديزيز وليك مالتيبل ترايلز. وكما شايفين طبعا الكيرف واضح خالص اواي فروم ستاندرد كيرف اللي هو الحته اللي تحت دي حضراتكم اللي انتم شايفينها اواي. معنى كده ان لو فروكتوز دايت از هيلبفول. طيب خلصنا من الاكل والطخ. اكتر حاجه بتواجه البشريه في افريقيا وفي الملاريا، عارفين كم واحد بيموت من الملاريا كل يوم؟ 100,000 واحد كل يوم؟ كل يوم بسبب الملاريا. الملاريا هيندمك عندنا في منطقه السودان واسوان وانت نازل وفي حتت في امبابه بني سويف. اعتقد مناطق الدلتا ما فيهاش ملاريا كتير قوي. لكن الملاريا بتعمل اكيوت رينال فيلير وده الميكانيزم بتاعها. فيري كومبليكيتد لكن هننتهي ان في ايميولوجيكال ميكانيزم وفي ميتابوليك ميكانيزم. تنتهي الايميولوجيكال ميتابوليك ميكانيزم دي يا اما اكيوت رينال فيلير يا اما هايبو برفيوجن تعمل هيموليسيز يا اما سيريبرال يا اما هايبوليتريميا يا اما تعمل دي اي سي. فكل ده ممكن تموت العيان. وده الباثولوجي بتاعها زي ما انتم شايفين كده على الناحيه الشمال خالص ده اكيوت انترستيشن نيفرايتس. ممكن تحت يعمل نيكروتايزنج جي ان ممكن يعمل بروفيت اوف جومينوفرايتس. كل دي من الملاريا. يعني الملاريا دي ده انسكتس. عارفين الملاريا بتنقل ازاي؟ طبعا عن طريق الموسكيتو. واوحش واحده فيهم هي الفالسي بارا الملاريا. حضرتك ممكن يجي لك عيان يبريزنت لي جي ان وانت مش عارف السبب بتاعه ويطلع في الاخر بوست انفكشوس او فالست نتيجه الملاريا. وده انسن اوف كومبليكيشن في الفالسي بارا الملاريا. الهيموليس اكتر حاجه جوندس وسريبرال فروموسايتوبينيا فرانسايتوبينيا واكيوت رينال فيلير تمثل 3% من الحالات اللي ممكن تيجي من الملاريا. طيب هل البيئه بتختلف بتاثر فعلا على الجي ان؟ البيبر دي عجبتني جدا لان اتنشرت في 2006 قال لك هيجين هايبوثيسز ان جي ان. ليه في مصر؟ يعني في خلال العقود السابقه عندنا تو بيبرز اتنشروا من الاصل العيني واحده سنه 2000 واحده سنه 2011. سنه 2000 شافوا البريفالنس اوف جي ان في العيين اللي بيجوا لنا. كان اكتر حاجه بيجي لنا البروفيتيف ليجنال من بروفيتيف جون فرايتس.
وزي ما انتم شايفين هنا هتلاقوا في دول زي نيجيريا وبيرو وباراغواي وداوس افريكا الموست كومن فيهم هي الام بي جي ان ممبرين بروفيت جوينر فرايتس. هل ده باي تشانس باي كوينسيدنس ان كل الناس دول عندهم اكتر حاجه ممبرين بروفيت جوينر فرايتس ولا فعلا في هايجين هايبوثيسز؟ فلو في حاجه اسمها هايجين هايبوثيسز ان كل ما الواحد يكون عايش في انفايرمنت مش هيلثي فيها لوت اوف اورجانيزم اكسبوجرز وانتيجنز بيستيميليت التي هيلبر 1. التي هيلبر 1 ده بيكتيفيت بيعمل ميزانشال اكسبانشن ويعمل بروفيت ديبليشنز. وكل ما الدول المتقدمه تبقى ديفلوبت كونتريز كل ما كان الاكسبوجر بتاع الواحد يتحول من تي هيلبر 1 لتي هيلبر 2. فما تشوفش احنا الممبرين بروفيت جوينر فرايتس مثلا في امريكا او في اليابان هتشوف مثلا نسبه 7 في اليابان في يونايتد ستيت 2 ام بي جي ان في حين الاي جي اي مثلا 9 والمينيمال شينج ديزيز او ميمبرنس 15. يبقى اذا الهيجين هايبوثيسيس فعلا واشهر حاجه كده عندنا في مصر هي البوست انفكشوال جي ان. البوست انفكشوال جي ان تيجي عندنا ما فيش حد في العالم كله غيرنا والبرازيل ومنطقه امريكا الجنوبيه هم عندهم بوست انفكشوال جي ان ده اكتر حتتين والهند طبعا عشان عندنا ستريبت كوكاي دي قاعده عندنا معششه معانا في مصر ده من ضمن الفايبل بتاعتنا. وزاد كان يقول لك بارادوكس ان كونتراست موست بكتيريا انفكشن انفستيشن باي بارازايت بيستوليتي هيلت اوف تو سيرفيس بوكس. Children who are born in developing countries where there is high exposure to parasites develop a strong T helper 2 response with high levels of interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13, side inducing a strong T helper 2 response. We can stimulate the multiple lymphocyte increase of interleukin 10, with TGF beta can deregulate the T helper 1 and T helper 2 response. Even واضح ان في فرق بيننا مصر هنا والدول العالم الثالث developing country and developed country حتى في البريفالنس في الجي ان. الجدول ده جدول فيري بيزك جدول انا عارف هو مؤذي شويه لكن ده يوريك ان تروبيكال انفكشنز الموجوده عندنا الواحد ممكن في مصر هنا كان انفكت او كان انفستد باي وان اوف ذيس وبالتالي بتافكت بتافكت انديوس الجي ان بتاعتك. عندك اشهر حاجه في مصر عندنا الهباتيتس سي تمام. في عندنا البوست كوتال جي ان في عندنا البكتيريا انفكشن زي التيفويد في عندنا ما عندناش اتش اي في كتير مثلا يعني ما فيش اتش اي في مثلا زي في امريكا. في عندنا مايكرو بكتيريم من التوبركلوزس ده كنت مش عندنا بلازموديا من الملاريا تمام. وبعدين ما ننساش طبعا البلهارسيا البلهارسيا وان اوف ذا كومن كوز اوف جلوبال روبسي بس ده كان فتره الالفينات ما قبل الالفينات ما بعد الالفينات التشينجينج باترن تشينجينج فيسز اوف بلهارسيا ما بقاش بلهارسيا لوحدها بقى مع بلهارسيا ومعاها هيباتيتس سي فيروس بيشنت تمام. ودي كان الست ستيجز بتاع الشيزوما جلوبالوباثي حسب التصنيف بتاع الدكتور شطر رسول اللي بيسموه افران كلاسيفيكيشن. دلوقتي ما بس ما فيش بيور شيستوزوم فيروس لكن دلوقتي معظمها تبقى اسوشيتد مع هيباتيتس سي فيروس. وانا هيباتيتس سي فيروس في مصر عندنا 22% من الايجيبشنز بوبيوليشن ادلت هاف هيباتيتس سي. ده افكت الكيدني ديزيز ومش كده بس كمان ده هيباتيتس سي كاري ريسك كمان عين هيمو دياليسيس اللي جنب هيباتيتس سي وهم على المكنه بيموتوا اسرع من الناس اللي هيباتيتس اللي من الدياليسيس معهمش هيباتيتس سي. ده بسبب لاك اوف سانيتري ميجرز او يعني بياخدوا بلاد ترانسفيجن كتير كل دول بيخلي عندهم الهيباتيتس. طب انا جينا على الدياليسيس اكتر حاجه بتضايق الواحد على الدياليسيس ماشين او اكتر حاجه بتخوف الدكتور من الدياليسيس ماشين ايه هي؟ غير الانفكشن طبعا ان يحصل كونتامينيشن. واوحش حاجه الكونتامينيشن تبص على الار او على الزول بتاع الهم بتاعك عشان خوفا من ان يخلك مايكروبيال برودكتس. لو مش عندك مايكروبيال برودكتس هتخاف من ايه حاجه ثانيه؟ الهيفي ميتالز تمام؟ فاحنا كل يعني قلقنا الشديد جدا ان احنا في المكنه ان احنا ما ندخلش المونيوم العجين بطانه زي ما كنا بنغسل في الستينات والسبعينات قبل ما كان في ار او. لكن هل انا حطيت الفلتر بتاعي وتاكدت ان الار او بتاعي سليم يبقى العيانين دول كده انا افويد الالومنيوم توكسيستي؟ مع ذلك لغايه دلوقتي الدكتور حسين يقول لكم ان احنا بنشوف كتير جدا حالات الومنيوم توكسيستي والمشكله ان احنا ما بنحطهاش في الدفاشه الجزء بتاعنا بننساها. بحجه ان احنا عندنا ارقام كويس وبالتالي الالومنيوم ليفل كمان ما بنعرفش نقيسه كتير لكن كتير جدا لها عيان بيتريت على المكنه بيجي له انيميا ريفراكت ريتروبويتنز بيجي لهم بون ديزيزز بيجي لهم انكفالوباثي وندور على السبب يا ترى هايبوناتريميك لا مش هايبوناتريميك لا ده ستروك ده ديبريتك ايزن ده دخل زهايمر. هتفاجئوا ان الالومنيوم موجود في الميه بعنف ولو مش موجود في الميه موجود في الاكل اللي في الميه بمعنى اخر الفيش السمك
خلينا نرمي ميه، لان معظم المصانع اللي على النيل بترمي صرف صحي بتاعها في النيل، والبورت بيعيش في النيل، والسمك بيعيش في النيل، والقراميط بتعيش في النيل، وبتخزن، بتخزن كادميوم، بتخزن الومنيوم. تيجي حضرتك تاكل سمك متاخد من النيل متشبع بالالومنيوم والكادميوم. السنه دي كانت معموله في الهند، واغلب الالومنيوم توكسيس از وايد سبريد بروبلمز اول فورمز اوف لايف، مش موجوده بس في الميه، ده هيومنز انيمالز فيش وبلانتس كوز وايد سبريد ديجريديشن اوف ذا انفايرمنت اند هيلث. رغم كل محافظاتنا ونقول العيال ما سمحت حاول بقدر الامكان ما تاكلش حاجات فيها الومنيوم كتير، ما تسيبش الاكل في الثلاجه في حاجات فيها الومنيوم عشان ما تحوشش الومنيوم، لكن الاكل بتاعنا والميه بتاعنا ستيل فيه الومنيوم. مش الومنيوم وبس، كمان في ممكن يكون في ميركل. استدي اتعملت في انجلترا في بلد اسمها رانكوم، رانكوم دي كانت موجوده في نورث ويست انجلاند، وجدوا ان العيانين بيموتوا اكتر من بقيه الحالات، ولا وريت التوكيني ديزيز، ولما قاسوا الميركل في الاير والميركل في السيرم طلع الميركل بتاعهم عالي جدا، فالناس اكسبوزد للميركري ممكن يموتوا اسرع، ممكن يبقى لنا ديزيز بروجريشن اسرع بسبب اكيوميليشن اوف ميركري اللي هو موجود في الهواء. جاست انت قاعد في اريا سراوندنج او اراوند مصانع بتعمل ميركري. زي كده كمان اليورانيوم، بس الحمد لله لغايه دلوقتي ما عندناش مشروع طاقه لسه ما اتعملش. فلما نعمل يورانيوم، اليورانيوم يبقى ديبليتد ويتترمي، اتوقع ان احنا نشوف حالات يورانيوم توكسيستي، لان اليورانيوم بتحوش في الكدني، لو الكدني ده مش عارف اخرجه اليورانيوم ده هيأكيوميليت. الصدى دي كانت معموله في الجلف، الناس الامريكان راحوا حاربوا هناك وشافوا اليورانيوم، اليورانيوم بتاعهم عالي جدا. ده كانت حاجه غريبه. المفروض انت في الجلف ما استخدمتش يورانيوم، لا هم استخدموا يورانيوم. ودي كانت هو يعني مش عايز اقول لك هم بجهلهم فضحوا نفسهم. تمام؟ طب غير كده السموكينج، السموكينج احنا قاعدين في عاده كل واحد فينا قاعد جنب حد بيشرب سجاير. طب انت بتشرب سجاير خلاص انت حر. لكن اكتشفوا ان الباسيف سموكينج كمان ليه افكت كيدني ديزيز. باسيف سموكينج ماشي في حاجه اسمها ارستول او اموزايت. الاموزايت ده بيعمل كاردياك اند رينال فايبروزس. طبعا الحاجات دي كلها على الرايتس، مفيش حاجه على البني ادم، مش هقدر اخمس اخد كيدني بتاع البني ادم واقول له طب تشرب انت بتشرب سجاير، مفيش كنترول للصدر. لكن الانيمال ستادي كلها اثبتت ان الباسيف سموكينج مي انديوس رينال بروبلمز. السموكينج لوحده زي ما انتم عارفين بيعمل بروجريشن للكروني كيدني ديزيز، واي عيان عنده كروني كيدني ديزيز بنخليه ستوب سموكينج. ده مش هو بس، لازم يستوب سموكينج هو وعيلته، لان وجدوا ان الباسيف سموكينج زي ما احنا شفنا دلوقتي كده بيعمل بروجريشن للكروني كيدني ديزيز، بيستيميليت انتشار فيبروزس. مش السجاير بس، مش النيكوتين بس، في ماده ثانيه اسمها كوتينين. كوتينين دي كمان از فيري هازاردس، لو في الكيدني والجي اف والجمهور فانكشن بي افكتد ايفن باي باسيف سموكينج. انكريس ماكرو ابيمنوريا وهايبر كاتين ريشن بي سايد فور انكريس اثيروسكلروزس ريسك ان ذيس بيرسونز. يبقى السموكينج مش جاست اكتف، ده كمان الباسيف كمان بي كان ريسك. وزي ما انتم عارفين طبعا السموكينج والانفايرمنت تباكو سموكينج وريسك فينا الكانسر، وده حاجه معروفه من زمان ان رينا سيل كارسينوما وان اوف ذا بريسبوزنج فاكتور ليه هي السموكي. ما دام وصلنا للهواء والعفره، الناس اللي بتشتغل في الاجريكلتشر بتعرضوا للسيليكا. السيليكا اكسبوجر ممكن يجي لهم بعد كده انكي اسوشيتد فاسكولايتس. حتى لو بطلوا اكسبوجر النهارده للسيليكا، لكن وجدوا انه ممكن يجي لهم ديزيز ديفلوب ليتر اون افتر ديكيدز. تمام؟ فبطلوا في امريكا بطلوا يستخدموا السيليكا، لكن لسه في مصر اعتقدش ان هو بطلوا يستخدموا السيليكا. ودي مناطق اللي هتشوفها للاسف. انا ساكن في منطقه قاهريه ما فيش، فما بشوف ناس كتير اوكيبيشنال ديزيزز، لكن حضراتكم بتشتغلوا في كفر الشيخ، اللي بيشتغلوا في المنصوره، اللي بيشتغلوا في الدقهليه، الناس دي كلها اجريكلشر ايريز، عايز تعالى السيليكا. لازم تفكر السيليكا فاسكولايتس السورس بتاعها اجريكلشر برودكتس كلها ماشي، اندستريال برودكتس يعني مش عارف المحاجر عندنا عندها سيليكوزيس كتير بتنظمها في مصر. المحاجر تمام، وفي كورليشن واضح بين اللو سوشيو ايكونوميك كلاس والسيليكا اكسبوجر اند سيليكوزيس. اخيرا يعني اخيرا وليس اخيرا الليد. الليد ده ليه حدوته لوحده. الليد ده اول ما حصل شافوه في الامبراطوريه البيزنطيه. وكان واحد كتب قصيده عن الحكايه دي وقال لك ان الليد ده وان اوف ذا ريزونز ليه الامبراطوريه البيزنطيه انتهت. لان زمان كانوا بيعملوا الخمره في البيوت، كانوا بيستخدموا الليد، وكانوا بيستخدموا اواني وتنسلز بتاعتهم كانت معموله من الليد، فكانوا بيشربوا خمره مليانه ليد كتير جدا، فكانوا بيموتوا بدري.
وكان بيجي لهم مشاكل كتير قوي. يعني اشهرهم كرونيك انترستيشن نيفرايتس، ودي من ديفيشن دايجنوز بتاع كرونيك انترستيشن نيفرايتس. يعني بيجي لك تعمل بايوبسي العيان وتطلع لك السي عيان او كرونيك نيفرايتس، لازم تفكر هل عندك في هيستري اوف فيد اكسبوجر ولا مفيش. تشخصها ازاي؟ تشخصها ان هي من سترايل بيوريا ولاكب سجلات البروتونوريا وصور بروتين نيفرايتس مع هايبر تنشن وجاوت. الهايبر اوريسيميا الاثنين دول لازم تفكر في هايبر تنشن مع هايبر اوريسيميا، وخصوصا لو مش برايمر او جات في واحده ست اقل من البيني بوز، لازم تفكر ان الليد هو العامل السبب هو عامل المشكله دي لو بتخش دايوريتكس طبعا. تمام؟ لما يجي لك عين هايبر تنشن وعنده جاوت في ست، فكر ان ده ليد. ولو في راجل ما كانش بياخد دايوريتكس وما عندوش برايمري جاوت، فكر يكون ده ليد اكسبوجر. وهتتفاجئوا قد ايه ان الليد مستخدم معانا في كل يوم وفي كل دقيقه. الشيلدرن اكسبوزد ليد بينت طبعا في البويه من جيلرنج ومجوهرات والكانديز. وتضمن منين ان المصنع اللي بيعمل حلاوه عفريت ام سمسمسم دي تضمن ان مش حاطط فيها ليد ازاي؟ ما تعرفش عارف. وكمان فوجئنا ان الاربن ووتر، الاربن ووتر اللي هي ميه الترمبات تمام، مليانه ليد اكسبوجر. مش كده وبس، كمان البنزين بتاعنا مليان ليد وبالتالي في اكسبوجر. وفي ابستراكت جاي دلوقتي بيبر 12/2001 كان عامله الدكتور محمد صبحي في المنصوره على البوليسمان اللي واقفين في الاشارات، وجدوا ان الليد ليفل فيهم بنسبته عاليه جدا وعامل مشاكل. ده البيكشر بتاعت الليد توكسيستي الكبير. بيعمل كرونيك انترستيشن نفرايتس، تيوبولار اتروفي، فايبروزس تمام، وعندك لوس اوف تيوبولار بيزمنت ميمبرين. وده السورس اوف ليد اكسبوجر. الباتري الناس بتشتغل في المصانع ايفريتي ومش عارف مصانع بتاع البطاريات، كل ده بتعرض البراس وبرونز وركرز، الكيبلز اللي بيشتغلوا في الكابلات الكهرباء بيعملوا كهرباء بتاع مجوهرات طبعا، اللي بيعمل الذهب ويعمل بيشتغل في الذهب والفضه والحاجات دي. الليد بيرنرز، الويلدرز اللي هم اللي بيشتغلوا اللحامين، بيقول لك انا بلحم الحديد وبشتغل اللحامين ده بيتعرض للليد ماشي. البوتري، البوتري اللي هو بتاع الفخار، السيراميك، الناس اللي بتشتغل في مصانع السيراميك، كل دول اكسبوجر تو ليد. ومحدش فكر فيهم ياخد منهم عينه نعمل كونكس تسيب عندهم سترايل بيوريا ولا ما عندهمش، عندهم هايبروسيميا ولا ما عندهمش. ده بيج فيلد اوف ريسيرش رائع. نشوف عندنا ماشي البينترز الرسامين ازاي نقيس الليد. دلوقتي عارفين مشكله الليد از هاف لايف بتاعه فيري شورت ماشي، فبالتالي ما اقدرش اقيس الليد كل يعني عشان اعرف المستوى بتاعه، لكن لازم اعمل حاجه اسمها ليد موبيلايزيشن تيست او حاجه اسمها كليتابول ليد. ليد موبيلايزيشن تيست ده ظريف جدا، ان انا بدي حقنتين طول وقت ماسكر انجكشن نص جرام اي دي تي اي اللي هو الاثيلامين تترا تترا اسيتيت، هو اللي هو اسيلين ده امينو تترا اسيتيك اسيت، ده بيشتغل از كليشن الليد، فيشيل الليد اللي موجود في البون اللي في الهير اللي في النيل وينزله فين؟ في السيرم ويخرج في الكدني. فلو الليفل بتاعك اقل من 650 انت كده في النورمال، لكن هتفاجئوا ان معظم الناس عندهم ليد توكسيستي اكتر من 350 واكتر من 1000. ولو العيان عندهم ليد فيلير لازم يقيس الدوز دي اوفر 3 تو 6 دايز. زي ما اتفقنا ان هو اول ما اكتشفوه في الامبراطوريه الرومانيه، والليد بيأفكت الكدني عن طريق كذا حاجه، انه ممكن يعمل سبريشن للريد اكتيفيتي، ممكن يعمل امبيرمنت في الميتوكوندريا اوكسيديتيف فوسفوريليشن، ممكن يعمل انتر اكشن مع اذرز فيس اليمنت زي الكادميوم والكبر والسيلينيوم والاندرازيميك. مثلا في اكيوت ليد اكسبوجر بيعمل هيموليتيك انيميا وابدومينال بين، وده من ضمن فكره من ضمن الكوزز اوف موتور ريست دروب، من ضمن الكوزز اللي تيجي نذاكر كده يقول لك كوزز في هايبر تنشن اند ابدومينال بين مع البورفيريا، يقول لك اكيوت ليد ايه؟ بويزنج. ويعمل كمان بروكسيمال كيبر ديس فانكشن زي ما كنا سميناهم امانه سودوريا كريستوريا. الكرونيك ليد انتوكسيكيشن بيعمل اندوكراين ابنورماليتي وهيموبيوتيك سيستم رينال ديزيز اوفن ريمين سايلنت until hypertension or consequence of renal failure perhaps years after exposure. دي المشكلة ان العيان بيتعرض لليد 10 سنين وبعدين يبطل الشغلانة دي، وبعدين يجي لك بعد 10 سنين تانيين برينال فيلير وهايبرتنشن، تقول هيبر فيلير عامل سبب ويطلع في الاخر ان هي الليد اللي عامل المشكلة دي وهو بقاله 10 سنين ما بياخدش بالك. وادي البيبر اللي اتنشر في الامريكان جورنال اوف نيفرولوجي في 2001 بتاع الدكتور محمد صبحي والدكتور مرتضى على الافكت اوف ليد في الناس اللي ترافيك واقفين في الاشارات، ترافيك بوليسمان ارايفل تو ليد توكسيستي وذ ميشر اوف ليد في البلاد والهير والنيلز ار جود ماركر اوف ساش توكسيستي ساتش انزيز اكسبوجر كونديشن كيدني جامس بوسيبل بيعمل تيوبولار وجلوبال نيتشر وكيب الهيومن باي ميشر اوف ليد اكسبوجر ان جال او ان اي جي ان الوم. دي ترايل تاني ما اتعلمش تاني للدكتور حسين متهيألي ما عدتوهاش تاني مع انها كانت حلوه جدا يعني كانت فكره كويسه.
طب هل نعالج التوكسيستي ازاي؟ ان احنا ريموفينج سورس اوف ليت اكسبوجر بالبريتش اند لوزايت اند دي بنسلين نوع بانش اوفر دي تي تي اي. وطبعا لو عندك اكيوت ليد انكفالوباثي او اكيوت ليد توكسيستي ممكن نعمل دياليسيس. تمام؟ طيب. حد عارف دي ايه؟ ده مش بانكو على فكره ولا حشيش ولا قراط ولا سبانخ. ايه؟ شكرة اللبلاب. في حاجتين هنا في الصورة دي كمان جدا. أول حاجة لو بصوا مكتوبة بالعربي أرستولوجيا. خد بالك من الحكاية دي. البيبر دي اترسمت بواحد بيزنطي مكتوب كده بقى بيزنطي ارتست 512 بعد الميلاد. والبيبر دي محفورة في المعهد في متحف في فيينا. بيوريك إن العرب أول ناس اكتشفوا إن النبات ده توكسيك. واسمه ارستولوجيا او ارستولوجيا بلانت. احنا كنا اصحاب حضاره بس للاسف يعني. لا دي اترسمت 512 بعد المسيح يعني 19 بعد الميلاد يعني 1500 سنه دي اترسمت. يعني الارستولوجيك اسيد ده معروف من زمان جدا. واول واحد كتبه بالعربي ارستولوجيا ده واحد عربي ما اعرفش كتبها يعني مين ده انا ما اعرفش صراحه. بس احنا اكتشفناه يعني العرب هم اللي خدوا بالهم ان الكومباوند ده توكسيك. وتوكسيك ليه بقى؟ لان هو بيعمل تو ديزيزز يعني تو نيمز في وان ديزيز اللي هو بيسموه تشاينيز هيربال نيفروباثي والبالكان انديميك نيفروباثي. طب ايش جاب الشامي للمغربي؟ تشاينيز للبالكان. نرجع لاول صوره العائلة وقريه صغيره. ناس كتيره جدا تقول لك انا عايز اخس انا هاخد اعشاب صيني. العشاب الصيني دي فيها ارستوكولوك اسيد. اكتشفوا الحكايه دي اول مره سنه 1992 واحده في بلجيكا جابت اعشاب من الصين عشان تخس. جالها بالكان انديميك نيفروباثي. ما اسمه بالكان؟ بالكان دي منطقه البلقان اللي هم فين؟ البلقان دي فين؟ طيب يا راجل حرام روسيا بس مش اوروبا اللي هو الصرب وكرواتيا ماشي وكرواتيا بالذات يعني العرب كانوا قاعدين هنا. متفاجئين دوله اصلا مش حريم السلطان. الفاتح الاول لما وصل لغايه حدود المجر وخد حدود كرواتيا ماشي وصلوا لغايه هناك ماشي. فهم دول اللي اكتشفوا ايه؟ زي امبارح اكتشفوا الارستولوجيا الارستولوجيا دي وعرفوا ان الكومباوند ده وحش لانه عاش في البلكان. ليه بقى؟ الناس بتلم النبته دي او الارستولوجيا دي ويلموها مع الاكل بتاعهم مع ويحطوها يخلطوها مع الشعير عشان يعملوا منها عيش زي ما بنخبز في بيوتنا كده. فلقوا العيانين كتير جدا في منطقه البركان استخدم الارستولوك اسيد ده ارستولوك اسيد ده بيجي لهم انترستيشال فيبروزس اند باي اند ستيج رينال ديزيز. ولقوا الناس اللي في الصين بتستخدم نفس النبته نفس الكلام. الله يبقى في ريليشن بينهم وده مندر الباثولوجي بتاعها بتعمل ماركت انترستيشال فيبروزس. نعلق نوم بس على الصوره دي يا جماعه لان احنا بنشوف باثولوجي كتير النهارده يعني لما تشوف المنظر فين التبيول زي ما دي تبيول هنا المسافه دي مش فيها تبيول زي لكن النورمال كل تبيول بتبقى جنب اختها بس في الباك بسميها باك تو باك ومش مبصوره المسافه ولما تلاقي حاجات حمراء كده ولو مصبوغه الصبغه دي اتزرقت عشان يبقى فايبروسس ده بتصبغ الفايبرس زي ما انتم شايفين كده بعيد عن بعض وفيها كاست وبتاع حاجات زي كده والمعالم مختفيه فده انترستيشن فايبروسس واضح للعيان فلا كل شويه باثولوجي بيعدي وبيقلب وخلاص ونخلي ان هم فاهمين القصه القصه محتاجه برضه توضيح. فالمنظر ده لما تقول بعيد عن بعضها يبقى اطفي وتقول ان وفي كاست جواه وكل بتاع فايبروتيك يبقى الممبران هنا في الانترستيشن وده صوره كرونيك تقول انترستيشن نفرايتس او فيبروز لان الاكيوت انترستيشن نفرايتس مش هتلاقي فايبروز هتلاقي انفلتريت في الانفلتري سيلز. تمام. تبيولز بتاكل خالص اتروفي ودايما الديزيز ده بياخد البروكسيمال تبيولز. لا انا بوضح لهم قصدي لان هو متخيل ان اتروفي ان التبيولز اصلا نورمال. لا 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 التروفي بقى مرسوح بعيد عن بعض سيبريتي لان الطبيعي ان يبقوا لازقين في بعض في حب بعض كلهم. ما دام بعدوا عن بعض وبقى في حاجات حمراء بالالوان ديت يا اما زرقاء بالصبغه الثانيه يبقى دارينا في بروزس استبلش. اهم حاجه مفيش سيلز زي ما الدكتور حسن بيقول مفيش سيلز خالص يعني مفيش انفلاميشن يبقى فايبروزس تبيولز بعيده عن بعض
ومفيش انفلاماتوري سنس، وكمان الجلوميرولاي شكلها حلو قوي. يعني لما تشوف كده في الجلوميرولاي هتلاقي الجلوميرولاي شكلها كويسه مفيش اي مشاكل. يبقى الديزيز كله عباره عن افكتنج التوبيوز تمام، ويافكت كمان الفاسكولاباثيز عند الانتر ليفل ارتريز هتلاقي فيه ثيكن. طبعا ده مش ده نورمال ارتر اليوم ده بقى في عباره عن باثولوجي هتلاقي فيه ثيكن الوول ده ثيكن جدا. ده في الكاركترستيك لعيانين البالكان اندامك او الاستيكويك اسيد نفراتيس تمام. وده ده بشكل ديجنوزس عشان كرونيك انتشن نفرايتس ويدو زيروثيريال كارسينوما. ديزيز ده كمان بيعمل ابر يوريثيريال كارسينوما ماشي. البروجريسيف فيري بروجريسيف ديزيز من 6 اشهر لسنتين في حين البالكان من اكثر من 20 سنه. الكيدنيز بيبقى شرانكن ريجولار وما فيش كالسيفيكيشن على في حين مقارنه بالجازيك نفرابسي. اعتقد بكره في محاضره جازيك نفرابسي هتشرح اول كرونيك انتشن نفرايتس معاها شكل الكيدني سيرو انفلتريشن زي ما انتم شايفين قليل قوي. فايبروزس عنيف جدا، ايتروفي عنيف جدا، فيها بكتوزس واليوثيريال مالجنسي مشهوره جدا مع الارستوكويك اسيد ده اللي بقى افكت من الابر يوثيريال سيل او يوثيريال كارسون. طب ازاي نشخصها؟ نشخص ان احنا بناخد بايوبسي ونشوف الدي ان ايه، بنشخص حاجه اسمها ارستولوكتامز اكتيف دبرايز فورمد باي ارستولوكت اكسيد ماتر ريدكشن ايبل تو فورم دي ان ايه ادكتس. والكلام ده احنا بالسحر ولا حاجه، الكلام ده منشور في بيبر في 2012 ارستولوكتام دي ان ايه ادكت ذا باي ماركر فور ريفنت اكسبوجر تو ارستولوكويك اسيد تمام. لما يجي لك واحد يقول لك انا كنت باخد اعشاب والكراتين بتاعي اللي بعد كده تفكر فيه شاينيز جاب النفرابس ايه او ارست ايه كويك اسيد. احنا بنحكي الكروج ده ننصح على الاطلاق لاي اعشاب بالظبط كده، لان الاعشاب يا اما ضاره يا اما قدر تريتد مغشوشه بغير الجيزكس او الاسترويدر او دايريتكس او لاكستر. فكل اعشاب ضاره هتطلب ضد عشان خلصت بقى تمام. طيب هل كل الهيربال دراجز وحشه قوي؟ ماشي. لا مش وحش قوي. في بيبر منشوره في الامريكان جورنال اوف نفرولوجي 2012 قالت لك ان السيلمارين هو اللي جالهم بتاعنا 140 مللي جرام بتاخد في العين دايابيتك نفرابثي قلل الريجريشن بتاع الالبومينوريا في العينين دول تمام. كان 2566 مللي جرام في الناس اللي ما خدتش، 219 في البلاسيبو جروب. فما كان برضه السيلمارين مش وحش قوي. فتلاقي عيان جاي لك دايابيتك نفرابثي بتدي له ايس انهبيتورز ماكسيمم دوز وبرضه لسه عنده بروتينوريا، مفيش مانع تحط له ايه السيلمارين 140 مللي جرام مرتين او ثلاثه في اليوم، مش هتخسر حاجه لانها بتقلل التي ان اف. بس ما نقدرش ناخدها مش ناخدها كايفيدنس بيز يعني، لكن بيبر ظريفه يعني كده. لكن هي السيلمارين الناس بتوع كابيتال وبلاش يعني ما يكلفش حاجه، لكن مش واقف الايس اللي هي بتروز وكده بالسيلمارين. لكن ده حاجه بروفايل موجوده في الكورس غير الاعشاب اللي بتيجي من عند العقار مع مش عارف ايه عاوز بالظبط. يعني العدد بتاع الاستريش ده في عدد بتاع مارس 2012 من الفيزا انترناشونال جاب فعلا النبات صوره النبات وجاب صوره الفايبروزس وجاب على الجنب كده دي ان ايه ادكت وبيعمل تيومرز. هي فعلا وحاجات دي في كل الاعشاب اللي هي جنب السن كده مغشوشه. واذا كانت بتروح لامريكا مغشوشه ولا مناطق دي مغشوشه بتلاقي هنا مغشوشه مضاعف. ما بيحطش غير الناس الكويك اسيد، بيشيلوا العشب ويحطوا ده. ففي الكونكلوجن بتاعنا العش ما بطولش عليك هو نص ساعه بالظبط. الكيني ديز هاز بوث انفيرمنتال وجينيتيك كومبوننتس. انفيرمنتال سورسز اوف سي كي دي از فيري كومن ديفيرمنت كوميونيتيز وستيل اندر استيميتد اور كونتري. للاسف ما بفكرش فيها. البروفيت اوف كورونا فرايتس از ليس كومن ان ايجيبت. دلوقتي الموست كومن كوز هو الفوكال سيجمنت فيروس زينا زي الغرب. يعني خدنا من الغرب اسوأهم ما خدناش احسنهم، خدنا الدايابيتس وخدنا الهايبر تنشن وخدنا الفوكال سيجمنت فيروس. طبعا الهربال نفرابثي از ناو انتيتي ان سي كي دي كوزز نيو انتيتي ان سي كي دي كوزز اند بروجريشن. زي ما انتم عارفين ان سموكينج از ريسك فاكتور فور سي كي دي اند رينا سيل كارسينوما. ودي ما هو جزء سلوك هذا سلوك اور سيلز واتعشى من نخش ده اللي هناك وتعمل في السي كي دي. اشكرك على الكلام ممتاز جدا. انا هديكم بس حاله في دقيقه. طفله سنها سنتين ماشي وما بالدول العربية عشان المفروض كانت البرنامج كويس وهنهاها بالكويس دوت وده موجود على موقع الجمعية أصلا حالة بتاع أحمد الصالح اللي كان بعتها. فالست ديت متعودة إن بنتها ديت اللي عندها سنتين تحط لها كحل. عارفين الكحل طبعا. ها؟ فبعد شوية البنت دي جالها ديسنيا بريزلسنس وديتها استقبال الأطفال عملوا لها بلاد جازس لقوها أسيدوتيك. يا ترى الحالة دي حالة إيه؟ تعرفوها ان هو على طول ما عرفتوهاش هو ما فيش غير الكحل. الكحل ايه؟ الكحل بتاع الكحل
كحل توكسيستي كحل توكسيستي عباره عن ايه؟ ليه 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 بس هقول طب السؤال طفل بتتعرض يعني ده عاوز احط اكسبوجر لان في بعض الناس بعض العبات في الدول العربيه تحط البنت يعني البنت تتولد من هنا وما قبل ما تفوت تتلاقى كحل فالكحل ده عباره عن بيتحط فيه ايه والكلام ده ففي حاجه اسمها كحل توكسيستي اشكركم انتهيت عن الكحل ده حطوا كحل قدامه عشان